الله، أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. هذا مكانه؟ أيوه هذا مكانه، شاطر. أي أم أكرمها الله بفضله وجاها طفل معاق، الأفضل إن هي تقرأ وتعلم نفسها وتثقف نفسها، لأنه هي تعتبر ربان السفينة. عندما يصبح المرض والمعاناة سبيلا للوصول إلى التميز والنجاح، عاتكة ملا أم لطفلة تعاني من اضطراب التوحد، والتي ما إن اكتشفت مرض ابنتها حتى بدأت أولى خطوات التحدي في سبيل مكافحة هذا المرض. طبعا بدأت مع مجدونين أنا قبل لا أجيبها، ولله الحمد ربي أكرمني بأن أنا يكون عندي خلفية عن التوحد. كانت لي صديقة هي مدربة التوحد وأخذت منها الفكرة وبدأت أقرأ وأبحث عنه. كان عندي بنتي الكبيرة بس فقط عمرها سنتين، لحد ما أصبح عمر مجدونين. طبعا هي عندها الصرع، فموضوع التشنجات كان شاغلني كثير أكثر من أي موضوع آخر. لحد ما عملنا على سن السنتين تقريبا عملنا كنترول على التشنجات. وطبعا السن السنتين هو عادة هو السن اللي بيظهر فيه الأغلبية، بيظهر فيه سمات التوحد التشنجات. لم تقف عاتكة صامتة حيال مرض ابنتها مجدولين التي ولدت مصابة بالتوحد، والذي كان سببا في تغيير نمط حياتها وحياة أسرتها معها، حيث بدأت بإيجاد حلول خاصة لتحسين الحالة الصحية لمريض التوحد. أنا دائما في أي مكان في أي شيء بأعمله بأخذ أبنائي معايا وزوجي كل العيلة، يعني حتى آخر حملة من عملتها دخلتهم كلهم معايا، وحتى معرض الصور ابني كان هو اللي بيمثل سمات التوحد عشان أخليهم يعيشوا الواقع اللي هم فيه ويعيشوا مجدولين ويعيشوا معاها ويدخلوا عالمها. من خلال رعاية ابنتها سعت عاتكة إلى نشر ثقافة التوعية حول مرض التوحد، وذلك بإقامة العديد من الأنشطة والفعاليات المجتمعية، ما جعلها واحدة من أبرز الناشطات في رعاية مرض التوحد وطرق التعامل معهم. استطاعت السيدة عاتكة أن تكون أسرة متكاملة متكاتفة لرعاية ابنتها مجدولين جراء توعيتها لأبنائها، كما ساهمت بنشر هذه الثقافة بين المجتمع والأسر التي تتعامل مع أبناء التوحد. أغلب وقتي كان للعمل، كان عندنا بالنسبة للعمل عشان إنه نوبات، فكنت مهتم في العمل أكثر شيء، لكن بدي أدي رجعتني للبيت أكثر، فصرت أهتم في أطفالي وبيها أكثر من أول. يعني تقريبا الأسر الثانية ممكن يكونوا إذا عندهم حالة كحالة مجدولين، ممكن يعني الأم تركز على الشخص اللي عنده الحالة وتسيب الباقيين وخلاص يصيروا مفكفكين، لكن إحنا مجدولين خلتنا نتجمع، يعني خلتنا نركز عليها هي ونصير عائلة واحدة عشان إحنا نكون معاها هي. كانت مجدولين نقطة تحول في حياة والدتها عاتكة، حين صقلت من شخصية الأم لتصبح ناشطة اجتماعية تحوز على العديد من الجوائز والدروع، ما مكنها من إيصال رسالة للجميع ألا يأسى مع المرض. هي سيدة ألهمت الكثيرين بقصتها وظهورها في أهم المناسبات الخاصة بالتطوع منذ أكثر من 16 عام، كما اهتمت بالتوعية باضطرابات التوحد، وكان محركها في ذلك ابنتها مجدولين. نتعرف على قصتها أكثر وعلى هذه الأم العظيمة ضيفتنا الأستاذة الناشطة في التوحد الأستاذة عاتكة ملا. أهلا ومرحبا بك. أهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك. طبعا أنا بتفرج على التقرير كذا جاتني قشعريرة، ورسالتي كم أنت أم رائعة وعظيمة فعلا. الجهد اللي أنت بتبذليه لأكثر من 16 سنة محاولة أنه أنت تتركي بصمة كبيرة على جميع الأمهات وحتى الآباء اللي عندهم أطفال بهذا التوحد، معاناتكم عظيمة يعني إحنا بنقدرها، وكون كان الله في عونكم وإنتوا قدها إن شاء الله. الله يقويكي، سعيدين جدا بوجودك معنا فعلا. أنا والله سعيدة. الله يسعدك. طب أستاذة عاتكة، بداية كيف اكتشفتي مرض ابنتك بهذا التوحد؟ أنا أعتبر نفسي من المحظوظات، لأني أنا كنت أعرف عن التوحد من قبل أولد مجدولين، قبل أجيبها.
كيف؟ مجدونية الآن عمرها 19 سنة وداخلة على 20 ما شاء الله العظيم. يعني نقدر نقول قبل 21 سنة أو 22 سنة لكم تتخيلوا ما كان في شيء شيء اسمه التوحد بالضبط. لكن سبحان الله عشان أنا أعتبرها رسالة يعني ربنا أرسل لي هي عشان يقول لي عادك أنت حتكوني كذا في يوم من الأيام حتحملي اللواء ده. فكانت صديقتي تشتغل في الجمعية السعودية وهي مدربة التوحد فهي اللي يعني فهمتني إيه هو ده التوحد. وأنا من النوع اللي لما أسمع أي معلومة ما أحب أتركها لازم أقرأ عنها يعني أستفيد فيه. هذا ناتج طبيعي إنه موصلك اليوم إنك تكوني رمز ل الحمد لله. فحاولت أقرأ وأفهم وأعرف ولما جبت مجدورين ربطت دافتة سبحان الله. يعني أنا اعتبرتها رسالة من ربنا. يعني كثير قالوا لي اللي قابلتهم قالوا أنت زي نوع من التشاؤم إن أنت فاولت على بنتي كل الكلام ده. بس أنا أعتبر هذه رسالة من رب العالمين قال لي عادك أنت راح تكوني كده فأبدأ من الآن من قبل هاتيزي. طيب ممتاز. خبرتك ما شاء الله شاركتي في العديد من المناسبات. أنت اليوم على فكرة أخذتي ما شاء الله اللقب الثامن يعتبر من أستاذ خالد الزهراني صحيح؟ خالد الزهراني. فما شاء الله مجموعة من الأشياء اللي أخذتيها الآن بعد هذه الخبرة اللي أنت وصلتيها في هذا المجال واللي حكيتينا طبعا سبحان الله فيك كبداية. كيف تجدي التوعية الخاصة بالناس لهذا الموضوع خاصة أني شايف معاك مجموعة من الأشياء اللي أعتقد أنها أكيد لها دخل أساسي في التوعية؟ طبعا أنا بدايتي كنت أحاول أوعي عن طريق المحاضرات بلقيها في أماكن محاضرات توعوية عن التوحد. فلقيت إني أنا بستهدف الناس اللي هم بيجوني بيبحثوا عنها المعلومة حسيت إنه لا لازم أنا أروح لهم فصرت أطلع في لقاءات عشان أفهم إيه هو ده التوحد. حسيت إنه في ناس معينة فئة معينة هي اللي بتتفرج على القناة دي مثلا أو تقرأ الصحيفة دي. لقيت إنه أنا لا لازم أتوجه لشيء أكبر من كده شريحة أكبر من دي أنت ففكرت إن أنا أعمل التوعية بالتوحد عن طريق حملة مهرجان مبادرة أي حاجة. خاصة لما اشتغلت أنا في أعمل في مستشفى جامعة الملك عبد العزيز لما عملت في المستشفى لقيت إنه المستشفى للأسف ما فيها أي شيء له علاقة بالتوحد الآن الحمد لله أصبح. ففكرت إن أعمل الحملة وأبدأها من المستشفى. جميل. فبدأت حملة التوعية بالتوحد اللي هي تحت شعار يدا بيد نحو التوحد. هذه هي يدا بيد نحو التوحد. هذا يد التوحد وهذا يد المجتمع يتكاتفوا و يوصلوا بالتوحدين لبرا الأمان. ممتاز. بدأت الحملة كانت لمدة 3 أيام في المستشفى شاركوا معايا كل اللي لهم اختصاص في التوحد كانت باللغة العربية والإنجليزية. خلصت الحملة وفكرت أنه لابد أنه أستمر لابد أنه يعني ما أكتفي أنا بلقي محاضرات التوعية بالتوحد بشارك في مهرجان بطلع في لقاءات ما أكتفيت حسيت أنه لازم أوصل لأكبر شريحة. فوصلت دخلت المجال الإعلامي طبعا أنا فوصلت للفنانين والمشاهير فحاولت إن هم يكونوا أقرب لهم طبعا جمهور أوسع صحيح. فحاولت إن هم اللي يوصلوا يعني بطريقهم أوصل أنا للجمهور. خليت عملت الفيديو التوعوي برومو حملة التوحد 2017 ونزلته على قناتي في اليوتيوب قناتي باسم عاد كملة. يعني كانوا جدا رائعين شاركوا معايا بدون أي مقابل أي وجدت كل الدعم منهم وكانوا جدا حريصين انهم يحضروا يعني لدرجه انهم بيحضروا الاستديو مش انا بروح اصور عندهم. سبحان الله الله يعني بيسخر لك جنوده في الارض. الحمد لله كثير الحمد لله. طيب استاذه عادكا بدايه حدثينا عن هذا الشعار ايش بيختلف عن باقي الشعارات الموجوده من التوعويه زي بيشبه اللي هو سرطان الثدي التوعيه أيه. هذا الشعار طبعا انا بالعاني شاركت مع وزارة الصحة كانت المرحلة الثالثة من الحملة إن إحنا مشينا في ممشى ورفعنا شعار الحملة ورفعنا شعار التوحد. الهدف الأساسي إنه دائما الناس بيقولوا لي ليش أنت بتاخذي شعار البريست كانسر ولا السرطان الثدي ولا الإيدز ولا البروستات أي واحد فيهم وبتلونيه وتقولي هو ده شعار التوحد. للأسف يعني عدم الوعي حتى للشعار ذاته معروف إنه هو يعني في أمريكا التفاؤل هو ده فهذا هو نفس اللوجو ده بس إنه بتلون حسب الديزيز. استدعاتك جدا جميل اللي ذكرتيه والوقت جدا داهمنا. أبغى في جملة ليست عاتكة ملا الناشطة ولكن عاتكة ملا الأم لأحد المصابين بالتوحد ماذا تقول لأم لديها أحد المصابين بالتوحد في جملة بسيطة نختم أي أحد اكتشف إنه عنده أول شيء أهم شيء إنه يعتبره هذه هدية من رب العالمين أكيد. ملائكة في بيته ما يعتبر إن هي ابتلاء أو مصيبة. ثانيا إن هو يثقل نفسه الإنسان ده يدرس ويتعلم عشان لو هو ما عرف ما حيقدر
يوصل للتوحد يداوم معاني برا الامان. ثالثا يحاول انه هو يدمجه ويرغم المجتمع ان هم يندمجوا معه. لابد ان يندمجوا معه، لازم ممتاز. لازم جميل جدا والله استاذه عتكة، يعني حوار لا يمل، وجدا احنا فخورين فيك وبنستمد الطاقه والشجاعه منك، انت سيده شجاعه، يعطيك الف الف عافيه. طبعا كانت معنا الاستاذه عتكة ملا، شكرا جزيلا لتواجدك معنا، يعطيك العافيه. شكرا لكم. طبعا وبهذا مشاهدينا الكرام نكون وصلنا لختام حلقة اليوم، وشكرا لكل من تواصل معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في حلقتنا لهذا اليوم. وكمان راح نكون إن شاء الله نستقبل جميع اقتراحاتكم لمواضيع حلقاتنا القادمة اللي راح نطرحها في برنامجنا. ننتظركم بكرة إن شاء الله على نفس الموعد، في أمان الله.